ربحنا فريق على فريق والحمد لله بقوة ربي سبحانه ربحناهم وهاكا ماكري زعما دارونا بير دو طون وكاع منا وكاع وغشونا ودارونا كيما نقولوا حنا زادونا الوقت. فريق تونسي كتب نقول لك هذاك فريق هذاك فريق وحنا ثاني فريق حنا ثاني عندنا فريق بقوة والحمد لله عندنا ديفونسير وعندنا لاطاك والحمد لله ان شاء الله باذن الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا اليوم كان ضغط بزاف فوق أرضية الميدان. بون باينة أنا كجزائري باينة كنت باغي بلي لاجيري تكاليفي هذه حاجة ورانا فرحانين بها. وان تو تري فيفا لاجيري. ربحنا الحمد لله. وحنا تونس خاوة خاوة. وحنا بتونس خاوة خاوة. والحمد لله اللي ربي وفقنا وربحنا هذه. والحمد لله اللي ربي وقفنا وربحنا. العقوبة إن شاء الله نديكو هذه كي باسونال بغوا. إيه؟ اللي كي باسونال بغوا. الحمد لله الكيب. اللي كي باسونال. كي بلاصونا نبغوها تاعنا هاتو تري في بلاجيري. تحيه رياضيه عطيره الى كل الجماهير الجزائريه بمناسبه تاهل الفريق الوطني الى نهائي الكاس العربيه بعدما سيطرت الجزائر على الكاس الافريقيه. ها هي الجزائر تسيطر على نصف القاره يعني ان شاء الله تتويج يوم السبت القادم بالكاس العربيه والنجمه الاولى باذن الله. اليوم الشعب الجزائري عاش يعني على اعصابه واليوم سيتون بريمير في ليزانات على فيفا وين الاربيت الى راجوتي 19 مينوت 19 دقيقه. ولكن رغم هذه يعني المقاتلين تاعنا محاربين الصحراء بقوا ثابتين الى اخر دقيقه. واليوم شفنا بلي يوسف بليلي اعطى دروس يعني عاود لهم كاع يعني ليزانات تاع الفوتبول يعني كاع الفريق القطري قعدنا نشوفوا المراوغات التقنيه ولي باس مون جومب لي بتي بون كاع. ولكن الاخراج اليوم يعني غطى كاع هذه الامور لان الفريق الوطني كان في القمه. اليوم شفنا باللي المحاربين الصحراء شفنا باللي ابناء بوكره يتسموا بواحد الهدوء رغم التحيز الواضح والخارق للحكم البولوني الذي اثر على مجريات اللقاء. الفريق الوطني كسب المعركه ان شاء الله وباذن الله الحرب الكبيره يوم السبت الحرب الرياضيه مع الفريق التونسي. لكن احنا كجزائريين الفريق التونسي ما يخوفناش شفنا باللي لي تونيزيان اليوم ايزون غاني زعما ان ماتش في الدقيقه التاليه بار اون بيتيز على ديفونس على مصر. السلام عليكم جماعه اخوتي جيت نهضر غير على الحاجه على هذيك تاع 90 تاع اللي جات فيها 9 دقائق هذيك نورمالمون كشغل هذيك ما داخلاش كاع في الجو كمل في الجو ديرك ما فهمنا لا برومي غاسيو ولا ديزيام غاسيو راك فاهم شو احنا عندنا النيف وربحنا شاشره وتحيه لارجيري خوتي شابه وبريمير ميتو وين ما لعبناش بالون من زيام ميتو هضر معاهم بوكرا قال لهم لعبوا بالون وفرحوا لنا الشعب راه كاع مغبون وين خرجنا شنو نقول لهم الله يفتح عليكم وربي صيفري تونس فريق صعب كم معايا وان شاء الله نجيبوها ويفرحونا ويخرجونا من هذه الغمه ان شاء الله يا ربي نرفدوها لاكوب ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم خوتي
وهذه دومي فينال ان شاء الله. رانا هنا طلعنا ورانا جايين لا فينال، وباذن الله باذن الله لا كوب راه جاي هنا بالعباس ان شاء الله. وكاع تاع اي تاع كيما تخوفنا ما كان لا المروك ربحناها، قطر ربحناها، وتونس رانا جايين، وان شاء الله باذن الله لا كوب راه هنا تزورنا كتزور لاجيري ونربحوا بسويجه ان شاء الله. وهذا ما كان خوتي ويا فريق ما شاء الله، وعندنا اونترينر ما شاء الله، وعندنا فرقه الله يبارك. حنا نتمنوا نلعبوا ماتش باب مع خوتنا التوانسه، اللي يربح بون كوراج وبصحته وميار كي غاني، خسروا رانا فرحانين، ربحوا رانا فرحانين. الحمد لله عندنا فريق قوي، عندنا فرقه شابه، عندنا مدرب شباب، الحمد لله الله يسترنا غير من العين وصاي. هذا ما كان 1 2 3 فيفا لالجيري خويا. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم احنا ربحنا ايكيب، هذه ليكيب كاين واحد ديجان اللي راهم جايين ان شاء الله المستقبل تاع ليكيب ناسيونال ا. كاين بزاف، كاين شحال من جوار الله يبارك. رانا كتاش ربحنا فريق رانا نربحوا فيه غير بالوقت رانا نربحوا فيه، وكاين مدرب يخلوه يخدم ما يقعدوش يعطوه لابريسون تاعه وصوالح ومنه، وهذا اش راه يدخل اش يدخل، خلوه يخدم بليطار غادي نشوفوا ايكيب ان شاء الله. ماشي ايكيب، لا ايكيب حاجه كاع واحده اخرى كاع، والنيفو تاع ليكيب ناسيونال سواء اغ بي ولا كاع راهم ملاح. النهائي العربي هذا النهائي الافريقي في المستوى، نهائي في المستوى ليسونسيال خوتنا نربحوا مرحبا بهم، هما ثاني يربحوا مرحبا بهم. السلام عليكم. والحمد لله ربحنا هذا الماتش، الحمد لله فرحونا وربحنا فريق وربحنا اونترينر.